أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سأقدم لكم طريقة التعامل مع مشكلتين تعدان من أكثر المشاكل شيوعا بالنسبة لمن يستخدم ويندوز وتوزيعات لينكس على نفس الجهاز. هاتين المشكلتين أتلقى الكثير من الأسئلة بخصوصهما، ونظرا لحساسية هاتين المشكلتين ارتأيت أن أقدم درس خاص بهما. ستلاحظون أن هناك العديد من الأسئلة تطرح بخصوص هاتين المشكلتين. إذن المشكلة الأولى متعلقة بمدير الإقلاع. مدير الإقلاع هو البرنامج الذي يتيح لك إمكانية الاختيار بين ويندوز وتوزيعات لينكس حين تقوم بتشغيل الجهاز، هو الذي يعطيك تلك اللائحة. في أغلب التوزيعات يكون هو برنامج جراب أو برنامج جراب 2 هو المدير الإقلاع الخاص بالتوزيع. لو قمت بإعادة تثبيت ويندوز أو تثبيت ويندوز بعد توزيعات لينكس، يقوم بحذف ذاك البرنامج ويثبت مدير الإقلاع الخاص به، وهذا يسبب لك مشكلة، هو أن الجهاز يشتغل ويدخل مباشرة إلى ويندوز دون أن يعطيك إمكانية الاختيار. إذن حل هذه المشكلة هو أن تقوم بإعادة تثبيت برنامج جراب. طريقة التثبيت سهلة، لكن الوصول للبرنامج الذي يقوم بإعادة التثبيت نوعا ما يمكن أن تتطلب بعض الوقت. البرنامج الذي سنستخدم يسمى بوت ريبير، يمكنك أن تستخدمه من قرص خاص به، حيث أنه يقدم قرص ما يسمى بوت ريبير ديسك، يمكنك أن تثبته أن تحمله وتحرقه على CD أو فلاشة USB وتقلع منه، وستجد البرنامج بداخله. يمكنك أيضا في حال كان لك قرص خاص بتوزيع من توزيعات لينكس، يجب أن تكون مشتقة من ديبيان، سواء أوبونتو، مانك، زوبونتو، كوبونتو أو النت رانر، فيجب أن تكون إحدى التوزيعات مشتقة من ديبيان، تقلع منها كأنك ستقوم بتثبيتها من القرص الصلب أو فلاشة USB، وبالأوامر التي تظهر على الشاشة تقوم بتثبيت البرنامج وتشغيله. حين تقوم بتشغيل البرنامج لا تحتاج إلى الكثير، فقط هذا الخيار إصلاح موصى به، سيكون معتقد recommended بالإنجليزية، فهنا كما يظهر أصلح المشاكل الأكثر شيوعا، ومن بين هذه المشاكل إعادة تثبيت برنامج جراب. يعني تختار تضغط على هذا الخيار وتنتظر إلى أن يقوم البرنامج بعمله، وفي الأخير سيطلب منك إعادة تشغيل الجهاز، وستجد أن لائحة الاختيار بين ويندوز وتوزيعات لينكس قد عادت من جديد. المشكلة الثانية متعلقة بالقرص الصلب، حيث أنه في مجلد أو في ملف أو في مدير الملفات، حين تريد الدخول لقسم له نظم الملفات انترفيس أفات 32، يمكن أن تواجهك رسالة الخطأ التي تظهر على الشاشة الآن. كما هو موضح في الرسالة، فالمشكل يأتي من ويندوز، حيث أنك حين كنت على ويندوز ربما كان في وضع الثبات وقمت بإعادة تشغيله دون إطفائه بطريقة سليمة. طريقة الحل هي أيضا موضحة في رسالة الخطأ، أن تقوم بالعودة إلى ويندوز وإطفائه بطريقة سليمة، وهنا يقول لك أطفئ الجهاز مطلقا وليس إعادة التشغيل، ومن بعد شغله وادخل إلى لينكس. هذه الطريقة جربها الكثيرون ولم تكن دائما مضمونة 100%، يعني النتيجة لم تكن دائما صالحة 100%. هناك برنامج داخل توزيعات لينكس يتعامل مع مشاكل أقسام القرص الصلب ذات نظم الملفات انترفيس، يسمى بانترفيس 3G، يمكن تثبيته عن طريق الترفيه بالأمر التالي: sudo apt-get install interface-3G. سأضع رابط الحزمة بخط أكبر، وعلى توزيعات أخرى تستخدم مدير الحزم لتثبيت هذه الحزمة. بعدما تقوم بتثبيت هذه الحزمة، يجب أن تدخل الأمر لإصلاح ذاك القسم، تدخل الأمر sudo interface fix متبوع باسم القسم، الاسم الذي يأخذه داخل نظام لينكس، والاسم يظهر لك أيضا في رسالة الخطأ كما هو موضح الآن في الشاشة. إذن كما هو موضح لدينا الاسم هو /dev/sda1. تضغط Enter وتنتظر إلى أن ينهي البرنامج عمله. بعد ذلك يمكنك الدخول مباشرة إلى القسم. في حال لم تتمكن، يجب أن تقوم بإعادة التشغيل والدخول لتوزيعة لينكس والدخول للقسم مرة أخرى. بهذا تكون استطعت حل هذه المشكلة. يجب أن يكون نظام الملفات الخاص بالقسم
انترفيس ولتصفحة 32. في الأخير نصيحة عامة لمن يستخدم لينكس وويندوز على نفس الجهاز، في ويندوز استخدم الجزء السي للنظام فقط، الملفات قم بنسخها على قسم آخر يكون له نظم الملفات انترفيس لأنه مدعوم أكثر من توزيعات لينكس ويمكنك التعامل معه أكثر كما رأينا الآن في حال وقعت مشاكل. إذا بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس. في حال كانت لكم أسئلة ومشاكل يمكنكم دائما أن تطرحوها وسنحاول حلها إن شاء الله. كما العادة في الأخير أدعو لمن يشترك بعد في قناة المجمع أن يشترك للاستفادة من باقي الدروس. إلى اللقاء. كم العدد في هذا الاتجاه؟ إذا من أسفل إلى أعلى، 1 0 0 1 0. إذا هذا هو تمثيل العدد 18 في النظام الثنائي. نأخذ مثال آخر، سنأخذ العدد 15. هنا العدد 15، نفس الطريقة أقوم بقسمته على 2 فأحصل على كم؟ 7. أكتب باللون الأزرق 7 والباقي 1.